تخيلوا معي يا أصدقاء رحلة عبر الزمن، رحلة تأخذنا إلى عصور السحيقة، حيث كانت الأرض في بداياتها الأولى. نعود إلى ملايين السنين، إلى زمن بعيد قبل ظهور الإنسان. في تلك الحقبة كانت الأرض مكاناً غريباً ومثيراً، مليئاً بالعجائب الطبيعية. في ذلك الوقت كانت الأرض مختلفة تماماً عما نعرفه اليوم. كانت المناظر الطبيعية تتغير باستمرار، تتشكل وتتحول بفعل قوى الطبيعة الهائلة. كانت القارات كلها قطعة واحدة كبيرة، تشبه جزيرة هائلة. هذه القارة العظيمة كانت تعرف باسم بنجيا، وكانت موطناً لمخلوقات غريبة ونباتات عملاقة. كانت البراكين تخرج منها الحمم والدخان في كل مكان، وتصنع جبالاً عالية وتلالاً واسعة. كانت هذه البراكين تلعب دوراً كبيراً في تشكيل سطح الأرض، والأنهار تجري بقوة كبيرة، وتقسم الأرض وتصنع ودياناً عميقة وأراضي خضراء جميلة. كانت هذه الأنهار تجلب الحياة إلى الأرض، وتخلق بيئات متنوعة ومذهلة. كانت الألوان جميلة جداً، السماء زرقاء صافية ونقية، وكانت البحار واسعة ولونها أزرق غامق، وكانت تعكس ضوء الشمس بشكل جميل، وكانت الأرض كلها مغطاة بغابات خضراء كثيفة تمتد إلى مسافات بعيدة. في هذا العالم الرائع بدأت الحياة تظهر وتنمو. كانت الحيوانات التي عاشت على الأرض غريبة جداً. كانت هناك ديناصورات ضخمة تصدر أصواتاً قوية وتتجول بحثاً عن الطعام. وفي السماء كانت تطير زواحف لها أجنحة كبيرة وتغطي الأرض بظلها. وفي البحار كانت تسبح مخلوقات غريبة وكبيرة وصغيرة. كانت الأرض مكاناً مليئاً بالحياة والكائنات المختلفة. مرت ملايين السنين وتغيرت الأرض بشكل كبير، وحصلت تغيرات كبيرة على الأرض، حيث تشكلت الجبال والوديان والبحار. اختفت الديناصورات وظهرت حيوانات جديدة، مما أدى إلى تنوع الحياة على الكوكب. وفي مكان صغير من هذه الأرض الواسعة بدأت قصة جديدة. بدأ نوع جديد من المخلوقات في الظهور، مخلوقات تشبه الإنسان. كان هذا هو الإنسان الأول الذي بدأ في استخدام الأدوات والنار. كان الإنسان ضعيفاً وصغيراً مقارنة بالحيوانات الأخرى، لكنه كان يمتلك ميزة فريدة. لكن كان لديه شيء مميز، عقل يفكر ويتعلم، مما مكنه من البقاء والتطور. مع مرور الوقت، تطورت علاقتنا مع الطبيعة بشكل كبير. نما عقل الإنسان وتطور، وتعلم الإنسان كيف يصنع الأدوات ويستخدم النار ويزرع الأرض. هذه الابتكارات كانت بداية رحلة طويلة من التفاعل مع البيئة. أصبح الإنسان أقوى وأكثر تأثيراً على البيئة من حوله. مع مرور الزمن، بدأنا نغير المناظر الطبيعية ونبني المدن ونستغل الموارد الطبيعية. لكن هذا التأثير لم يكن دائماً جيداً. لقد تسببنا في تلوث الهواء والماء وأثرنا سلباً على النظم البيئية. اليوم نحن ننظر إلى العالم ونرى نتائج أفعالنا، مثل التلوث وانقراض بعض الحيوانات وتغير المناخ. هذه التحديات تتطلب منا التفكير في كيفية العيش بشكل أكثر استدامة. يجب علينا أن نتعلم من ماضي الأرض ونعمل على حماية كوكبنا للأجيال القادمة. من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، يمكننا أن نضمن مستقبلاً أفضل وأكثر الصحة للجميع.